بعد القصف الصاروخي الإيراني الأخير على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني شرق إربيل، إصرار حزبي تام لمواصلة مسيرة التصدي لإيران ودورها رغم التهديدات المستمرة. قيادات الحزب بمختلف توجهاتها شددت على أن القصف الإيراني الأخير ساهم في تعزيز التعاون بين جناحي الحزب ضد طهران بكل السبل المتاحة. قيادات جناحي الحزب الديمقراطي الكردستاني المعارض للنظام الإيراني تؤكد أن الضربات الصاروخية التي تعرضت لها مقرها قبل 3 أشهر لن تثنيها عن مواصلة مقاومتها ضد النظام في طهران. خلال زمن قياسي أعاد الحزب إعمار وترميم مقره القيادية التي دمرها الهجوم الصاروخي الإيراني في 8 سبتمبر الماضي، لكن الهجوم ورغم ما خلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة أخفق حسب قيادات الحزب في تحقيق غاياته. سيناريو العراق، طبيعة تلك الهجمات فرضت علينا إعادة النظر في إجراءاتنا الأمنية، ونعتقد أن الإجراءات الدولية المتخذة بحق النظام الإيراني ليست كافية لمنعه من تكرار مثل تلك الهجمات التي أخفقت تماما في تحقيق أهدافها السياسية، بل عززت من أواصر التعاون بين جناحي الحزب مع بقية قوى المعارضة الكردية التي تشعر بأن تهديدات النظام الإيراني موجهة ضد الجميع. بيد أن الجناح الإيراني للحزب الذي استأنف نشاطه المسلح ضد النظام منذ 2 عامين يؤكد إصراره على مواصلة عملياته العسكرية في العمق الإيراني، ويجزم أن الهجمات الصاروخية الإيرانية عززت كثيرا من جماهيريته داخل البلاد. إنها ليست المرة الأولى التي نتعرض فيها لهجمات من جانب النظام الإيراني، وقطعا سوف لن تكون الأخيرة، لكننا في كل مرة نزداد عزما وتصميما على مواصلة كفاحنا حتى تحقيق طموحات وتطلعات شعبنا الكردي في إيران. ولا شك في أن تلك الهجمات عززت كثيرا من مكانة وشعبية حزبنا في الداخل، وضعفت من مستوى التعبئة الشعبية المسلحة ضد نظام طهران. وفي ظل تخوف الحزب من تعرض مقراته لهجمات إيرانية جديدة، قرر إجلاء عوائل وأسر مقاتليه منها، فيما تتواصل تحقيقات أجهزته الأمنية لكشف المصادر التي زودت طهران بالمعلومات الدقيقة عن مكان وزمان الاجتماع القيادي الذي استهدفه الهجوم. هو عزيز، سكاي نيوز عربية، أربيل. وينضم إلينا من أربيل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني لقمان أحمدي. أهلا بك سيد لقمان عبر سكاي نيوز عربية. هذه الهجمات منذ الثامن من سبتمبر وحتى اليوم 2 شهر فقط، إعادة ترتيب صفوف الحزب، هذا الحوار المفتوح بين الأجنحة الداخلية وبين مختلف أطياف المعارضة الكردية، هل الواقع الجديد اليوم سيفرض ربما مزيد من المواجهة مع طهران وهو ما كان يفقده الحزب في السابق؟ نحن نعتقد أن كفاح الأكراد في إيران متعدد الجبهات ويتخذ أشكالا عديدة في أوقات عديدة، وفي الوقت الحالي نحن لدينا قرار واضح من قيادتنا بأننا سنواصل كفاحنا ونشدد هذا الكفاح بأقصى وسعنا. وبطبيعة الحال نحن نأخذ بعين الحسبان التهديدات التي تمثلها إيران والقدرات التي تملكها إيران، لكن الهجوم الصاروخي لم يؤثر على صمودنا وسياستنا لمواصلة الكفاح ضد الجمهورية الإسلامية. هل نجحتم في إعادة التعبئة الشعبية بعد هذه الهجمات، بعد هذه المواقف لنائب يعني زعيم الجناح الديمقراطي في الحزب حسن شريفي عندما قال إن هذه الهجمات لن تكون الأولى وليست الأخيرة، وربما نحن بحاجة إلى مزيد من ترتيب الصفوف للمواجهة المباشرة في الداخل على غرار ما حصل أيضا قبل أشهر؟
نحن حزب كردي وهناك أحزاب كردية أخرى طالبت الأحزاب المثيلة بأن يكون هناك تنسيق للتصدي لذلك الهجوم وهجمات أخرى. بطبيعة الحال ذلك الهجوم استهدف كل البلدات والمدن والقرى الكردية، والنظام الإيراني على ما يبدو قد أجرى تقييما فيما يخص مدى جدوى ذلك العدوان الذي نفذه، والذي لم يستهدف فقط حزبنا السياسي وإنما الجالية والشعب الكردي بشكل عام هناك. وهذه الفئات من الأكراد أثبتت منذ وقت طويل أنها ستواصل مقاومة هذا النظام بصرف النظر عن الهجمات التي ينفذها. وكما قلت في البداية، كحزب سياسي نحن علينا أن نتخذ تدابير أمنية، وخصوصا عندما تكون إيران قادرة على تنفيذ هجمات صاروخية ضد حزبنا في دولة جارة، والمجتمع الدولي لم يفعل أي شيء إذا هذا الأمر باستثناء بعض التصريحات من قبل بعض مسؤولين الحكوميين في بضع دول. لكن هذه التصريحات كانت فضفاضة حتى، ولم نفهم ما كان الغرض من ورائها. مثلا كان هناك دولة أوروبية ألحت على إدانة الهجوم، لكن في الوقت ذاته كانت تتحدث عن بعض الحقوق في الدفاع عن النفس. لكن الأحزاب الكردية تقول دائما بأن مقاومتها سلمية، لكن إذا أجبرت على شيء آخر فإنها ستدافع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة لديها ضد هذا النظام الوحشي. سأعود معك إلى وسائل الدفاع المتاحة، ولكنك تحدثت يعني قلت نحن بحاجة لإجراءات أمنية خاصة. هل هذا الهجوم الأخير لديكم معلومات بأنه كان مبني على خرق أمني لاستهداف هذا العدد الكبير من القيادات؟ هل تتخوفون أيضا من معلومات يتم تسريبها من داخل أجنحة الحزب وهي ما ولدت هذا الانشقاق؟ واليوم يعني هذه المأساة فرضت إعادة اللحمة. علينا أن نفهم أن هذا النوع من النزاعات يجلب معه كل التهديدات الأمنية، بما في ذلك تسريب بعض المعلومات إلى النظام الإيراني، أو هناك بعض العناصر من النظام الإيراني قد يكونون مندسين في الأحزاب الكردية وقد يكونون زودوا السلطات بمعلومات لتنفيذ هذا الهجوم. لكن القضية ليست هذا فحسب، وإنما كون إيران تحاول أن تظهر للمجتمع الدولي أولا وقبل كل شيء أنها قادرة على استهداف الأكراد، وأيضا أن تظهر للمنطقة والإقليم أنها يمكن أن تفعل ما يحل لها وأنه لا أحد قادر على ردعها. وفي الوقت نفسه هناك بعض الدول الخائفة من التصرفات التي يجريها النظام الإيراني، وخصوصا إزاء الحركة الكردية، وهناك شعور بأنه يجب أن يكون هناك انفتاح إزاء هذا النظام وإبداء نوع من التفهم بأن هذا النظام لا يهدد فقط الأكراد أو حزبنا الكردي، وإنما تهديدا للمنطقة برمتها، ويهدد أمن واستقرار هذه المنطقة، وأيضا لديه القدرة على التطور وجعل المنطقة تتضرر، خصوصا بعض الدول في هذه المنطقة، وكذلك بسبب النفوذ الزائد لإيران. كان هناك دعوة من طهران أيضا للحكومة العراقية بتسليم قيادات بعد هذا الهجوم، قلت قد تلجؤون إلى سلسلة من الردود. هل تعني بذلك عملية التسلل التي كانت تحصل هجمات في الداخل، أو أيضا ربما مواجهة سياسية أو مواجهة دولية مع عواصم القرار وتحديدا مع واشنطن والعواصم الأوروبية الكبرى؟ We
نحن اتخذنا تدابير متعددة، من بين هذه التدابير هو أنه يجب علينا أن نكون قادرين على إقناع بعض الدول الإقليمية وبعض الدول في المجتمع الدولي وكل الجهات المعنية بأن استقرار هذه المنطقة هو أمر في بالغ الأهمية، وعليهم أن يدركوا أن هذا التهديد الإيراني هو تهديد ضدهم أيضا، لأن قدرة إيران على شن صواريخ ضدنا ليس تهديدا ضدنا كحزب كردستاني فقط، وإنما تهديد لدول أخرى في المنطقة، وهناك دول لديها بواعث قلق مهمة ضد أو حيال التهديد الإيراني، ولذلك فهذه من بين البواعث المقلقة. علينا أن نتخذ التدابير الأمنية بشكل أكثر جدية، وعلينا أن نعاقب هذا النظام عندما نستطيع على الصعيد السياسي وعلى الأصعدة الأخرى عندما تقتضي الضرورة ذلك. كنت معنا مباشرة من إقليم كردستان العراق، عضو رئيس وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني لقمان أحمدي، شكرا جزيلا لك.